يسعد لي صباحكم جميعا، بنطلع عليكم مثل العاده كل ثلاثة وخميس 10:30 لنعمل صبحيه نحن وياكم، وشو هن التيبس اللي دائما نحن بنقدمه كرمال ليكون جسمنا مرتاح ووجنا كمان طبعا، ويكون كل شيء بنفكر فيه ما يعملنا ازعاج بكل يوم بيومه. نحن انت بتعرفوا نحن بنبتدي النهار تبعنا مثل ما قلت هذيك المره بالعجقه بالفوضى، ما عم نعرف من وين منبلش، لأنه كل حياتنا هي سرعة بسرعة. نحن اليوم بدنا نواكب بحياتنا اليومية كيف نحن نقدر نمشي أمورنا بطريقة ما يكون عنا استعجال لا فكريا ولا جسديا حتى ينطلق نهارنا صح. مثل ما بيقولوا إذا ابتدينا صح بنكفي صح، إذا ابتدينا مشوشين ومستعجلين وفوضويين كل نهارنا بيطلع مفشكل كلياته، ومثل ما بيقولوا بنصير نفوت ببعضنا. أول شيء مثل ما قلت لازم أعمل احتياجاتي، يعني فوت على التواليت خلص كل أموري، ومثل ما قلت بدل ما اوعى الساعة 7 بوعى 6:30 ليكون عندي نص ساعة رياحة بهذا الموضوع. بتقولوا لي نحن بننطر هالنص ساعة لننام فيها، مزبوط، بس ولكن هيدي النص ساعة اللي بدك تنامي فيها بدها تاخذك 8 ساعات بالنهار من الإزعاج. لأنه ليش؟ لأنه منك ملحقة حالك مثل ما بيقولوا. نحن دايما وقتا منخلص هالنص ساعة على 7 منروح دغري بدنا نشرب كباية مي إجباري، فنحط معها شوية سترون شوية عصير حامض. ليش؟ لنعزل كل شيء. المي بدها تكون فاترة ميلة للفتور. ليه؟ لأن كل شيء معلق عنا بكل هيدي القصبة الهوائية بنسميها وبالمصارين، لازم نعملها ديتوكس صباحي بسموه هيدا. منعزل كل شيء، ما منخلي شيء أبدا بهالمصران من الصباح منبلش فيه. بعد ربع ساعة منروح نلبس كل شيء، ما بناخد غير إلا المي، لحقين على النسكافيه، لحقين على الكوفي، لحقين هول عليهم كلياتهم. بعدين منروح اللي بده ياخد كوفي فيه ياخد، فيه ياخد النسكافيه تبعه فيه ياخده، اللي بياخد شاي بيكون أحلى، زهورات بيكون أحلى وأحلى، وهيك بيبتدي نهارنا. لازم ناكل ترتين صغيرة إجباري. ليش؟ لأنه دايما منقول أنه لازم معدتنا بلش تشتغل، يعني بلش الميتابوليزم. اوعى تفتكروا أنه العشاء الليلي بنصح والنهاري ما بنصح، هيدي أشبه تكون فيها أكل. أكل كم كالوريز أنت تحرقي، قدي أنت بتفوتي على جسمك، كان بالنهار ولا كان بالليل ولا كان بعد الظهر، كله الوقت ما له معنى، له معنى قدي بناكل. نحن دايما بيسالوني انا ما باكل كثير، ما في ما بتاكل كثير بتضعفي، بتاكلي بتنصحي. هيدي قاعده اساسيه، ما في شيء الا بس بحالات استثنائيه هي بيكون عندك هرمونات، هذا غير موضوع كليا، هذا بده طبيب معالج اكسترا. بس انا بنصح ما باكل، مش مزبوط هيدي الخبري. بنصح يعني باكل، هيدي شيء طبيعي كلياتنا هيك، وقتها باكل بنصح انا، وقتها ما باكل بضعف نورمال. مش هيك رح بلش بموضوع كيفيه انقاص الوزن كل اسبوع، بس بيومياتي يعني باليوم تبعي كيف بساعد هالجسم ليحرق لي هالفات كلياته، وبالوقت ذاته يشد لي اياه ما يصير في عندي ترهل. هلا بيقولوا لي ما تفت لي لا برياضه ولا تفوت لي بدايت وكيتو و و و اكسترا. صحيح في على ما مش مال جلدي مش فاضي وقتها مزروق، صحيح. وكلياتنا بعصر السرعه سرعه سرعه، صحيح، ما منلحق. طب ما عندنا 100 شغله بدنا نعملها، مزبوط، هذا عالمنا وهيدي حياتنا طبيعيه صارت. فنحن شو عم نقول؟ خليني نبلش معكم بشيء اسمه الفات اتاك. طبعا اللي عم يحضرني وعم يشاهدني كل بيقولوا لي طب زهقنا منه، دائما عم تشرح عنه.
بدي اشرح لانه ليه وقت عم ياخذوه، لانه صار في كميه عالم عم تاخذه بكميات كتير كبيره، نحن صرنا الاول بهذا الموضوع. ليه؟ لانه هو طبيعي، هو ناتشرال، هو معمول من مؤيد عليهم كلهم هول، يعني هم الكافيين من الجرين تي، جرين كوفي، هول كل اعشاب طبيعيه، الكلب هول كلياتهم، والجينجر بقلبه، جينجر يعني الزنجبيل. ليه زنجبيل؟ زنجبيل لانه ما بيخلي لي رواسب بقلب هذا المصران، هذه البولات اللي دائما بتحدث عنها الدهنيات، بيشيلها كلياتها بيمحيها، وهيدي اهميتها حتى المصران يرجع يشتغل اكثر واكثر. ليش بده يشتغل المصران اكثر واكثر؟ لانه المصران اذا ما اشتغل بكدس السموم. مش هيك عم بقول لكم لازم ابتدي نهاري بازاله هيدي السموم، لانه انا بالليل وقت بنام عندي 8 ساعات جسمي هضم الاكل، هضمه من المعده، صار عندي سموم بدي كبهم، لازم الصبح كبهم اجباري. مش هيك عم بقول بنرجع بنشرب كبايه مي فيها شوية حامض، اللي بيتقبلها شوي بيتقبل، ما بيتقبلها خلص، بس دايما مروح على المي الفاترة يعني أو ميالي، يعني في ناس بيقولوا لي فاترة أنه وين حطها بتمنع ميالي، مو ما تكون مسقعة، ما تكون من البراد. ناتشر كلود هون شغلتها الأساسية تواكبكم وتكون حد منكم، لنقدر نحن وياكم نوصل لجسم حلو بدون أي مشاكل. فالفات أتاك اللي عم بتحدث عنه طريقته بسيطة جدا، بدنا ناخده يعني بالنهار وفينا ناخده بالليل حسب قدي الوجبة تبعيتنا يعني الأساسية بنسميها. بتقولوا لي طيب بدنا نفوت معه بسيستم أكل معين، هو بينظم لك حياتك الطبيعية كلها، هو بيمشيكي صح، هو بيخليكي كيف تنظمي هذا الأكل تبعك كلياته. ونحن موجودين على الواتساب، فيكن تحكونا منواكبكن، يعني ما رح نترككن أبدا إلا ما تخسروا بين 2 كيلو و 3 كيلو بالأسبوع، وأنا واثق من هذا الكلام اللي عم قلكن عليه، لأنه كل اللي أخدوا كتر خير الله، كل الكومنتات اللي إجتنا اجتنا هيك انه نحن عم نخسر وزن. هلا ناس 2 كيلو، ناس كيلو ونص، ناس 3 كيلو، عادي حسب هي حياتها اليوميه، حسب شغلها، حسب كيف بتعيش، بتضل قاعده، بتتحرك، ما بتتحرك، هالقصص هون. بس اعتبروا انه عندكم 2 كيلو و 3 كيلو بالاسبوع باذن الله. بنوصلكم اياه على اي منطقه بدكم اياه، وانتم بتعرفوا نحن سيرفيسنا سريع كتر خير الله. الأشخاص اللي بيعانوا من الفجعنة، أنا من الأشخاص بتفجعن، أنا وقتها بجوع بصير فجعان، مثل ما قلت لكم دايما يعني فجعان، عيني ما بتعرف شو بيتاكل وقتها بكون جعان، بكون عم تفرق علي معدتي، بيجي بدي أكل ما بدي خلي شيء أكل، بعدين بفكر شو عملت، بعدين يعني عقلي بيعطيني أوردر بيقول لي شو عملت، صار عندك كرش أكل كتير بكميات بدون ما تفكر، وبعدين بصير تندم. كلنا هيك، ما كنا لازم، لانه ما عقلنا ما كان عم يشتغل، كانت الغريزه اللي هي عم تركض على الاكل بهيدي الشهيه وبهيدي القوه. بتاخذي قاطع الشهيه، كات ابيتايت. كات ابيتايت شغلته الاساسيه بيركلج لك الشهيه تبعيتك، لانه مواد طبيعيه ما بتشتغل على الخليه، ما بتعمل لك طرقات قلب، ما بتعمل لك بالاعصاب ورجفين، ماشي. هون عم بشتغل كل شيء على اسمه كافيين. في كافيين مركز بيساعدني انه بشربيني مي، وهيدي شغله كثير مهمه، بيعزل لي كل شيء بالوقت زيته، بملي لي معدتي، ما عاد بحاجه انه انا اكل كميات كبيره، لا بالعكس بحس حالي عم باكل كميات بسيطه جدا. بتقولوا لي نحن منحب النقمش، منحب الشوكولا، منحب. طيب الموضوع مش تحدي، يعني ما بدنا نتحدى حالنا، ما بدي اتحدى جسمي. انا الشوكولا اللي بجيبه فيني اخذ منه قطعه واتلزلز فيها. شو بعمل؟ اتلزلز، مش اكلها لاكلها، لا باكلها، ما انا شو لا عم باكل شوكولا، لا اتلزلز، ما عم باكل فجعني، باكل هالشقفه وبقعد
بتلذذ بطعمتها، بحس بطعمتها، بشوف طعمتها، بفكر بطعمتها. هيدي أهمية التنظيم الأكل تبعي ولذة الأكل تبعي. لأنه أنتوا بتعرفوا نحن بنظامنا الغذائي يعني لازم نحن نركلج حياتنا اليومية، نحن ما بدنا نضل نعيش عايشين بالستريس وبالقلق. أنه هلا بنصح وبعد شوي ما بنصح ورايح على مطعم ما باكل باكل وليش نصحاني وليش مش نصحاني وجسمك ليش عم بيصير هيك، عايشين دايما بقلق بخوف، عايشين انه نحن عم يطلعوا فيني ليكون بطني لا جسمي لا خواصري لا الدريير تبعيتي او لك شو معقوله مبين نازل كرشتي لقدام بلبسه لا ما بلبسه ضيق علي مفصلني، عايشين بهاجس مرايه قدامنا يا مستحيين يا خايفين منا يا منطلع فيها يا منبرملا يا بزم بطني وبشد بطني وبعمل هيك وبقنق حالي. ليش؟ ما الحياه بسيطه. ناتشرلي كلود هون لتنظم لك هذه حياتك حتى ما تعيشي بهذا القلق بهذا الخوف، تعيشي مرتاحة فريش حرية مطلقة بحياتك اليومية، ماشي شايفي بحالك رافعة راسك ملكة وعم تمشي بين العالم بين المجتمع وين ما كانت، لأنه نحن موجودين لنخليك تكوني هيك بكل شيء بكل طبيعتك بفكرك بجسمك بشعرك بكل شيء، انت تكوني ملكه بكل معنى الكلمه. هيدي شغلتنا، شغلتنا نحن ننحت هذا الجسم، نحن شغلتنا نيو لوك نعمل لك يعني نظره جديده بقلب المجتمع تبعك من خلال هالبرودكت اللي عم تشوفوه او من نصائح ما ضروري تشتروا من التجار ابدا، ما ضروري تشتروا ابدا، نصائح بتفوتوا على اليوتيوب عندي نصائح كلها فيديوهات تحضروها بتشوفوا شو لازم تعملوا كيف تتصرفوا بحياتكم اليوميه من اول ما بتوعوا وبتمشوا بحياتكم لا تناموا، كيف بتنظموا عمليه هذا الجسم. هذا الجسم الله خلق لكم اياه حلو، ما خلق لكم اياه بشع، نحن نزعناه نحن كدسناه نحن خلينا شعرنا يتساقط، نحن اللي قتلنا البصله من ورا الاوكسيدون بنستعملها بصبغات ما بنعرف شو، نحن منجيب منصير مواد على نكب على شعر منجيب شامبويات ما بنعرف شو في بقلبها دعاية ونركض عليها بنسلقها الشامبو بنحطه بعدين نكتشف شعرنا عم يتسقط عم يتكسر عم يتقطع. موضوع مش هيك، موضوع بسيط بس ولكن بده شوية وقت انه نحن نكمش هالبرودوي. اي برودوي بناخده نقراه بس هيدي هي كلمة هيدا الموضوع. مثل ما قلت بدنا نشيل 2 كيلو 3 كيلو ما بدنا نعقد الامور، بتروحي على شيء اسمه فات اتاك او كات ابيتايت. كلهم بيقولوا لي دائما بتطلع على التي في بيكون في عندك هيك مثل نظارة، شو بتعمل؟ يعني انت شو كيف بتشتغل؟ لانه نحن حكينا عن التريو وكتر خير الله كل العالم عم تطلب التريو لانه بيعرفوا بده يظهروا على شو السين. انا عندي اسمه اكسترا كولاجين، اختراع فريد من نوعه. ليش؟ لانه احنا كنا عم نقول ما بدنا ناخذ حبوب الكولاجين لانه بتروح على كل الجسم وبتمشي بكل الجسم، ما بتروح على زونات معينه، يعني بتروح على العظم، بتروح ثلاث ارباع الحبه، بتروح بقلب معدتك ما بتستفيدي منها. المهم نظريات، لانه الحبوب هي نظريات، كل واحد عنده نظريه وكل واحد بيفسرنا نظريته الحبه قدام نستفيد منها. المهم هذا الكريم اسمه اكسترا كولاجين، يعني قوه الكولاجين بكل اي برودوي بالعالم بيحط واحد 1.2% يعني 1.2%. نحن حاطين 2.3% مدوبة للموضوع. ليش؟ لأنه نحن بنعرف عنا بشرة شرقية هي بتتحمل قوة الكولاجين تبعها، ما بتخاف، بتشربها بتلقطها دغري. انتو بتعرفوا وقت بتحطوا المكياج بعد قد ما بتكتروا بعد نص ساعة بتكلوا البشرة تبعتنا. ليش؟ لأنه بشرتنا هي هيك طبيعتها، تمتص سريع لأنه جلدتها قوية مش ناعمة كتير، منها سوفت منها ناعمة بمعنى يعني
انه غير الاثوي او الاوروبي، هولي ناعمين بتلاقيهم ناعمين كثير بشرتهم، حتى اذا حطوا شويه مكياج بتضاين 24 ساعه. نحن لا، بشره عربيه بتمتص تاكل اكثر. الاكسترا كولاجين عنده فعاليه كثير قويه، بفوت على قلب البشره تبعيتنا، بتغلغل فيها، بحارب الجذور الحره، بيعطيني نضاره، وبيخلي نهاري يبتدي، لانه هو بنهاري بنهار، نهاري بيبتدي بصفاء غريب جدا. في بقلبه SPF 25. انا شو بعمل؟ انا بيجي كل يوم الصبح هيك هالقد حطيت، مش اكثر. هلا بتشوفوه على الكاميرا. ها اوكي، بجيب الحمض الهيارونيك اسيد يعني البوتوكس، اوكي، كمان بحط كبسه وحده ليكو قد ما بحط اكثر من هيك، بفركهم لانه ما عاد معنا وقت كثير، نفركهم. اوكي بتشوفوا مصير وزعها، انا عم تشوفوا كيف عم وزعها، ومنروح على الرقبه ونبلش عملية تدليك. دايما لازم ننظم كيف صبيعنا، كيف لازم ندلك هالبشر. ليه؟ بدنا نلحق العضلات، واذا نلحق العضلات ليقدروا يشتغلوا معنا اكثر. اوكي، نرجع منروح على منطقه الزون العينين كلياته، لانه سنسيتيف زون هيدي، بدنا ننتبه حتى ما نفوت البرودكت على قلب عينينا، حتى ما يصير في عندنا مشاكل. اوكي، هيدي الجلد شربته، بنعمل شويه مساجات للبشره تبعنا. اوكي، بنمد قد ما فينا، بنروح على الرقبه بنشدها سيتو. هذا هيك نبتدي النهار تبعنا. ببشره كثير عاديه صارت حلوه متالقه نضره وفيها عندها رونق وفيها طله غريبه. هلا اذا عندي ميتينج، عندي ظهره مع حدا، عندي مناسبه، اول لقاء، بزيد عليها الذهب. عم تشوفوا الذهب قدامكم، كلهم بيقولوا لي طيب اي متى بحط الذهب؟ صعب ما يكون فيكم تحطوا الذهب، الذهب في كل شيء، كل المغذيات. اوكي، بنحط الذهب قبل ما نعمل المكياج تبعنا، يعني قبل ما نحط الاكرون تبعنا. اوكي، لا عم حط على وجهي لكم انه هذا شو الانتعاش، شو هالاحساس، شو هالطاقة الإيجابية اللي بتحطوها على وجهكم. حقيقة جربوا أنتم الذهب، بتشوفوا شو هالطاقة الحلوة الإيجابية اللي أنتم بتحطوها. أنا هيدا هو نهاري ابتدى هلا معكم. هلا بروح محل ما بروح عندي ثقة كثير كبيرة إنه عندي بشرة نظيفة متألقة جذابة، لأنه رح شوف قدام عيني العالم كيف بدها تطلع فيني، وبدي استغرب ليه العالم دائما عيني علي. وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي العينين تكون عليكي، لانه انت وجهك امتلأ بالذهب. الذهب هو المعدن الوحيد اللي بيعطيكي جاذبيه وطاقه وقوه لتقدري تفوتي على اي مجتمع كان وتحسي حالك أنه أنت ملكي بمعنى الكلمة. أنا ابتديت أنه ناتشري كلود تخلقك ملكي، وبتساعدك وبتكون حد منك وبتواجبك، بس بشرط بدك تساعدينا. ما فيك أنت ونايمة بدك تكوني ملكي، ما فيك. ما فيك أنت مستلشقة بدك تكوني ملكي، كمان ما فيك. الملكي بدها جهوزية، بدها فكر، بدها عقل، بدها شغل، بدها اصرار. ليه؟ لانه لنقدر نحن ننحت هذا الجسم مجبورين نتعب عليه. لو الصبح مثل ما قلت هلا، انا كل الخبريه اخذت معي دقيقه بين ما حطيت الاكسترا كولاجين، الهيارونيك اسيد يعني البوتوكس، حطيت الذهب، كليته اخذت معي دقيقه، مع الشرح اخذت معي دقيقه، يعني عندك دقيقه لتموتي، لتفوتي، لتنطلقي بالحياة الحلوة، لتنطلقي أنه أنت تكوني ملكة جمال. ملكة جمال ما بدها مثل ما فكركم غرفة عمليات وما عارف إيه وحكمة وأطباء واستشاريين، لا،
انت منك لحالك بس تبعي الخطوات اللي انا عم اقول لك عليها. ناتشر كلود اليوم بتعرفوا كنت حكينا وما حكينا كثير عن برودويات لانه الوقت دهمنا حقيقه يعني، بس انا بدي ودعكم هلا وبدي اقول لكم تليفوناتنا جاهزه، مركزنا بسد البشري كمان ناطركم، اهلا وسهلا فيكم. ومثل ما قلت لكم برودوي تبعنا بيوصل لعندكم على البيت مباشره بخلال يومين، وهلا بدي ودعكم وبدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه.